هذا النموذج التنموي الجديد حنا ما عارفين عليه والو. هذا لونساج جلالة الملك ياك؟ لا ما عارفين عليه والو، ما تيفهموك. دابا هاد البنود اللي تتعول عليهم ما تيفهموك وما تيفهموك والو. هذا هو اللي بغيت نقول لك، هذا لا تلونسا دابا ما عارفين عليه حنا والو، لا ما عارفين شي حاجه عليه بالله. هما باش نقول لك ما عمرهم يفهموك شي حاجه، تيفهموا راسهم صافي. داك الشيء هما تكونوا عارفينه هما. بالنسبه للشعب ما عرف حتى لعبة. دابا هو تلونسا هاد النموذج هذا ما عرفنا عليه والو. وانا بعدا فرحت منين جيتو الحي الشعبي باش تسولونا حنا نعطيوكم داكشي اللي في قلبنا. بعدا بالنسبه لسيدنا تيفكر فينا في هذا النموذج التنموي، حنا الشباب ما فاهمينوش شنو هما، وتنشكروا سيدنا بزاف وبغينا نعرفوا كيفاش غنستافدوا منه، فهمتيني؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا حنا، حنا في الاحياء الشعبيه مهمشه، هادشي هذا تيستافدوا منه ولاد الاغنياء، وسيدنا داروا لينا حنايا انا اكبر وطني، ولكن بغينا نفهموا هذا النموذج التنموي شنو هو، واش نقدروا نستافدوا منه ونقدروا سيدنا راه تيفكر فينا، حنا عارفين سيدنا تيفكر فينا، ولكن هاد الناس اللي دايرين به الله يهديهم. انا ما نقدرش نقصف شي واحد. وبالنسبه لهاد البنود هادو كاينين بزاف، شي اربعه ما فهمناش، بغينا هاد السي شاكيب بن موسى يشرح لينا باش نفهموا، حنا راه في احياء شعبيه ما فاهمينش. النموذج التنموي الجديد هو الخلاصه ديال التقرير اللي اشتغلت عليه اللجنه ديال النموذج التنموي اللي كيترأسها شكيب بن موسى. اللجنه وضعت التقرير ديالها بشكل نهائي مؤخرا لجلاله الملك، وهذا التقرير اللي غيتم التداول ديالو ما بين مكونات المجتمع المدني. اذا اللجنه قامت بالعمل ديالها، كيبقى الدور ديال التفاعل ديال المجتمع. المجتمع ما هادشي، ملي كنقول تفاعل مع المجتمع، الى اي حد ان المكونات ديال 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 الدوله من برلمان، من فعاليات المجتمع المدني، من احزاب سياسيه، خاصه الاحزاب السياسيه في البرامج ديالها، واش غيكون تفاعل مع المحتويات ومضمون ديال مضمون ديال الخلاصات ديال والتوصيات ديال 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 اللجنه ديال النموذج التنموي الجديد.